الشرائي الذي استقر مكانه في صوب الأراضي. والشيء الثاني هنا أيضا تقع دير سانت كاترين على هذه الأرض، فهنا منطقة الأديان الإنجيل والقرآن تجتمعان معا على أرض مصر الطاهرة. لذلك نقول أن أرض مصر دائما بأقوى أمان وأمان ومحبة. والشيء الثاني أن المصريين من الخارج هم جزء من نسيج هذا الوطن، يجتمعون معا بكل محبة، وأن المسلمين في الخارج دائما يرسلون رسالة سلام من أرضهم ومن وطنهم. فلتحيا مصر عزيزة الأبية بأبنائها وبشبابها ورجالها ونسائها، مسلمين من الخارج، مسلمين وأطفال. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.